السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت مدينة مغنية بولاية ليمسان على وقع خبر صادم وفاجعة أليمة بعد الإعلان عن وفاة شاب في مقتبل العمر بطريقة مأساوية ومروعة، وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. أعلنت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك في الساعات الأخيرة بمدينة مغنية بولاية ليمسان عن وفاة الشاب المدعو بن صابر الأحسن، وقالت مصادر مقربة من عين المكان أن الجاني كان يمازح الضحية بآلة حادة وعن غير قصد قام بطعنه وأرداه متوفيا في عين المكان في انتظار انتهاء التحقيقات والتي باشرتها المصالح الأمنية. إنا لله وإنا إليه راجعون.